صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا فسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل الناطقين باللسان العربي في العالم وكل العالم بأكمله يحتفل بأهم لغة وأكثر لغة ثراء في مفرداتها وأكثر لغة تعبيرا عن مكنوناتها، اللغة العربية، لغتنا الجميلة، اللغة العربية، اللغة الجميلة اللي تغنى في محاسنها الشعراء وتحدث في مراقبها كل محبيها. تعتبر أو بيحتفل النهاردة العالم بمناسبة اليوم العالمي لهذه اللغة. اللغة العربية لغة حباها الله بحرف سموه حرف الضاد، وحرف الضاد لأن هي اللغة الوحيدة في لغات العالم اللي فيها هذا الحرف الوحيد. كل المنطقات الأخرى لا تنطق بحرف الضاد. إن الذي ملأ اللغات محسنا جعل الجمال وسره في الضاد، صحيح. وفي لغة حباها الله حرفا خالدا فتضوعت عبقا على الأكوان وتلألأت بالضاد تشمخ عزة. الضاد هي القسم المشترك في اللغة العربية. سؤال النهاردة، كلمنا عن مدرس اللغة العربية اللي أثر في حياتك ومش قادر تنسى، المدرس اللي قدر في يوم من الأيام إن هو يديك أشياء كتير جدا عن مفردات اللغة العربية مش قادر تنساها، اللي من خلال الفيسبوك تقدر توصله وتقدر تشكره وتقدر تقوله شكرا جزيلا لحضرتك إنك علمتني مفردات أصعب لغة في العالم وأكثر لغة ثراء في كوكب الأرض. يعني خليني أكمل على البيت اللي أنت لسه قايله وأقوله مرة تانية، إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. لغة الضاد اللي ربطت بين الشعوب من خلال الأدب والموسيقى والبلاغة والشعر والفلسفة، هي أكثر اللغات تحدثا ضمن مجموعة اللغات السامية. اللغة العربية لغة سامية ويعني غنية جدا بالمفردات، احنا بنتكلم على 12 مليون كلمة، واكثر من احدى اكثر اللغات انتشارا في العالم كله بيتكلمها اكثر من 422 مليون نسمة. يعني في 422 مليون شخص حول العالم بيتكلم اللغة دي، ومتوزعين بقى في المنطقة العربية اكيد والوطن العربي، لكن اكيد في بلاد تانية كتير قوي متحدثيها بيتكلموا اللغة العربية، وده بسبب حاجات كتيرة جدا. خليني أقول إن أهمها ارتباط اللغة العربية بطبعا الدين الإسلامي والقرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه اللغة من بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم، وكمان نزل بيها الرسالة الخاتمة، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هذا المنطلق طبعا عارفين عمق الصلة بين اللغة العربية والإسلام. وخليني كمان أكلمكم عن الصلة الوثيقة ما بين اللغة العربية والديانة المسيحية. كمان كلنا تعلمنا من وإحنا كده صغيرين إن دي لغتنا. بزعل قوي إن النهاردة بنلاقي الجيل الجديد شوية بيتكلموا لغات تانية وبيدخلوها كتير قوي وسط الكلام، أو ممكن جمل كاملة بنلاقيها الجيل الجديد بيتكلمها من غير ما يبقى في، حتى الأباء والأمهات بقوا كمان بيسيروهم في الموضوع ده وبيتكلموا معاهم هم كمان بلغات تانية. أنا بشوف المنظر ده بصراحة بتضايق. هم مفهوم إنه ساعات كتيرة بيبقوا في مدارس بتاعتهم بيتكلموا بلغات مختلفة، ومدارس بيتقال عليها مدارس يعني انترناشونال أو دولية أو لغات أو مفهوم الكلام ده كله، لكن ما ينفعش إن إحنا كمان يبقى ولد مصري أو بنت مصرية عايشة في مصر لسانه معوج، لسانه ما بيتكلمش بيه اللغة العربية. ما ينفعش تماما. أنا بشوفها بصراحة مش حاجة حلوة خالص. يعني إحنا حتى لو شفنا المنظر ده مع أولادنا نبتدي إحنا اللي نعلمهم، ونبتدي نعلمهم ينطقوا صح، يقولوا الكلام بطريقة صحيحة. كلنا في حياتنا كان لينا حد كده أثر فينا وعلمنا اللغة العربية كده بشكل مبسط وحببنا فيها. وعايزة أقول تحية كبيرة جدا لكل أستاذ علمنا، وكل أستاذ يعني خدها كده الموضوع بشكل مبسط وعلم كل الأولاد حب اللغة كمان. يمكن الأهم إن إحنا نتعلمها إن إحنا نحبها. فالنهاردة بمناسبة يوم اللغة العربية حابين حضراتكم تقولوا لنا وتكلمونا عن مدرس اللغة العربية اللي أثر في حياتكم ومش قادر تنساه لغاية دلوقتي. خليني أسأل السؤال ده لمصطفى وأعرف منه. احكي لي يا مصطفى المدرس اللي أثر فيك. دكتور عبدالله الخولي طبعا، أستاذنا في معهد الإذاعة والتلفزيون،
بصي على مدار سنوات الدراسة طبعا في مدرسين كتير ما اقدرش انساهم، ولكن الراجل اللي فعلا فعلا خلاني احب اللغة العربية لان هي لغة صعبة جدا هو الدكتور عبد الله الخولي الإذاعي القدير استاذنا طبعا. اللي موجود في إذاعة القرآن الكريم. انا كان ليا الشرف التتلمذ على ايده سنة 2002 في معهد الإذاعة والتلفزيون هنا في الدور السابع، وخدت معاه عدد من الدورات. كان اجمل ما فيه ان هو يبسط مفاهيم اللغة، يخلي اللغة مسمعها على ودنك جميل، تقدر تعرب بسهولة شديدة كأنك بتعمل معادلة حسابية، مش تقعد تفكر وتعمل وخلافه، في ثواني كان يفهمك الجملة وشبه الجملة، الفعل والفاعل والمفعول. و مش عايز أقولك إن هو صاحب فضل على مذيعين كتير جدا، أكيد لا طبعا مش بس في التلفزيون المصري، لا في محطات كتير جدا تم الاستعانة بيه، وخرج أجيال كبيرة جدا. هو في النهاية على فكرة هو بالمناسبة هو زميل لينا أو أستاذ لينا يعني في إذاعة القرآن الكريم، ولكن متخصص في اللغة العربية، وفعلا من الناس اللي قلبها طيب قوي وتحب يعني زمايلها والمذيعين والأعداد بتاعتهم، وتلاقيه يطلع النص يطلع الخبر يطلع الحاجات يتبسط، يخلي الموضوع في النهاية سهل جدا. عايز أضيف على كلامك اللي أنت قلتيه، ليه اللغة العربية لغة جميلة وليه بيسموها لغة الضاد؟ مش بس لأن مفرداتها كتير جدا وإنك تقدر تعبر بشكل كبير عن أي جملة بأكتر من فيرب. كل اللغات اللي موجودة في العالم أنت عندك فعل معين، أنت الفعل ده هتتكلم فيه بشكل أو اتنين أو ثلاثة، اللغة العربية ممكن تلاقي أكتر من شكل. اللغة العربية فيها فنون مش موجودة. صحيح اللغات الأخرى فيها شعر، لكن إحنا عندنا شعر وعندنا نثر وعندنا فن اسمه فن الخطابة، عندنا فن المبارزة بالكلام، عندنا القصة، عندنا الرواية، دي ربما موجودين في حاجات تانية، لكن النحو والصرف وبالشكل اللي موجود عندنا بتراكيبهم ما أعتقدش إن في لغات كتير باللي موجود عندها من تراثها من ثرائها. لغة العربية تتميز في النهاية بأن هي يعني تفصل ما بين هذا الأمر في هذا الموضوع. لغتي وأفتخر إذ بليت بحبها، فهنا الجمال وفصلها التبيان، وعربية لا شك أن بيانها متبسم في ثغره القرآن. لغة القرآن الكريم هي اللغة الأهم والأفضل على الإطلاق. مين بقى مدرس اللغة العربية الأثر في حياتك؟ أنا هرجع بقى للمدرسة شوية. كان عندي يعني أستاذ كده بصراحة كان بسيط قوي. أنت يمكن قلت أن اللغة العربية فيها حاجات كتيرة قوي وتفاصيل كتير، يمكن إحنا كمان بندرسها من أول ما بندخل المدرسة، فالموضوع بيبقى صعب يعني. صحيح. خلينا بقى متفقين أن بيبقى الموضوع صعب في الأول، لكن هنا بقى بتيجي شطارة أستاذ اللغة العربية، يجي بقى هنا إيه يعني نقول عليه كده معلم، يعني ان هو يعلمنا اللغة بسهولة. بصراحة انا كان ليا الحظ الكويس ان انا اتعلم من مدرسين كويسين جدا، لكن في مدرس كده بعينه هو اللي سهل علينا الموضوع، كان قريب جدا في السن مننا، كان صغير شوية، كان لغته بسيطة بيفهمنا على قد سننا، بينزل لمستوى تفكيرنا في الوقت ده، وكان بيفهمنا وبيسمعنا كويس قوي، يسمع احنا مشكلتنا فين ويبتدي يحلها لنا، كان بيقعد يقول لنا حرف حرف ننطقه ازاي. يمكن دي كانت اكتر حاجة مميزة فيه، انه بيقعد مع طالب طالب بيشوف هو المصادر القوة بتاعته فين والضعف بتاعه فين ويبتدي يشتغل عليه. عشان كده بقول انه يمكن استخدام أدوات المدرس لنفسه كده الصحيحة وإدراكه ليها وإنه يعرف يستخدمها في الفصل، هي دي يمكن أهم حاجة هتحبب الأولاد الصغيرين في اللغة العربية يا إما لأ. فمن هنا إحنا بنناشد كل أساتذة اللغة العربية إنه يعني خليكم معلش يعني استحملوا الطلبة الصغيرين في السن شوية، لأنه من سن الصغير لو حببتهم في اللغة هيكبروا ويبقوا يعني كويسين قوي قوي فيها، وده اللي احنا محتاجينه. يمكن احنا شفنا الفترة دي للأسف يا مصطفى عندنا مشاكل كتير قوي. النهاردة الناس بتنطق الكلام غلط، كلمة نفسها بتنطق غلط. الفرانكو أراب أصلا في حد ذاته أنا بعتبره حاجة يعني، إنك تكتب حرف بالانجليش وبعد كده لا سيبك من ده، حتى في الكلام العادي في الكلام العادي النهارده رقم. طب انت مش شوهت اللغه، ده انت قتلتها خالص يعني. امين. على كل حال احنا حابين بقى نعرف من حضراتكم مين مدرس اللغه العربيه اللي اثر في حياتك ومش قادر تنساه. ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنعرضها النهارده ان شاء الله في خلال الحلقه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.